الفيديو الثاني عشر للصف العاشر لغة إنجليزية ترجمة وتلخيص وتعبير. هنبدأ مع بعض في الترجمة Translation. كيف سيكون شكل ألعاب الكمبيوتر في المستقبل؟ How will computer games be like in the future? ستكون معقدة أكثر ولكن واقعية وحقيقية أكثر. They will be more difficult. Difficult يعني معقدة أو صعبة أو ممكن أقول convoluted. But more realistic and naturalistic. More realistic and naturalistic يعني واقعية وحقيقية أكثر. ما هي مزايا وعيوب ألعاب الكمبيوتر على صغار السن أو على الشباب؟ What are the pros and cons of playing computer games on the young? The young يعني الشباب أو صغار السن. Pros and cons يعني مزايا وعيوب. ممكن أقول advantages and disadvantages أو ممكن أقول merits and demerits. من مزاياها أنها تنمي الخيال والذكاء. One of the pros or one of the advantages is that playing computer games may develop. Develop يعني تنمي imagination, الخيال, and intelligence, الذكاء. أحد عيوب ألعاب الكمبيوتر أنها تسبب ألم في الظهر والصداع وضعف الرؤية. One of the disadvantages of playing computer games is that they may cause backache. ربما تسبب يعني cause. Backache يعني ألم في الظهر. Headache يعني ألم في الرأس أو صداع. And poor eyesight يعني وضعف الرؤية. لماذا يرفض الآباء عادة أن يقضوا أبنائهم وقتا طويلا في لعب ألعاب الفيديو والكمبيوتر؟ Why don't many parents want their children to spend too much time playing computer or video games؟ طبعا كلمة parents يعني آباء. Want يعني يريدون. Their children أطفالهم أو أبنائهم to spend أن يقضون too much time وقت طويل playing computer or video games. لأنهم يعتقدون أن تلك الألعاب تجعلهم كسالى كما أنها تؤدي بهم إلى عدم لياقة بدنية. Because they think that يعتقدون they make them idle. Idle يعني كسالى and lead to وتؤدي بهم lead to be out of shape. Out of shape يعني عدم لياقة بدنية أو شكل غير مناسب صحيا. Summary making تلخيص. Why do some people refuse to live in big cities? Why do some people refuse to live in big cities? يعني لماذا يرفض بعض الناس العيش في المدن الكبرى؟ طبعا بنطلع أربع إجابات من القطعة اللي قدامنا، نحط تحتهم الخط الأول وبعدين بننقلهم أو بنكتبهم بصيغة مختلفة شوية لما نيجي ننقلهم بعد كده في أربع جمل للتلخيص. عندنا أول إجابة بنقول إن بعض الناس بترفض إنها تعيش في المدن الكبرى. ليه؟ لأنهم طبعا pay dearly for the advantage of living in a city. يعني ايه pay dearly؟ يعني بيدفعوا كثيرا لهذه الميزة، ميزة العيش في المدينة. ايه كمان بنقول large cities are too large to control. يعني المدن الكبرى بتكون كبيرة جدا لكي يتم التحكم فيها. كمان ممكن اقول city dwellers. City dwellers يعني قاطني المدن او ساكني المدن. Are obliged to adopt an unusual way of life. يعني مضطرين انهم يتبنوا طريقة غير معتادة للحياة. كمان بقول it seems impossible to avoid the rush hour. يعني من الصعب أو من المستحيل أن تتجنب rush hour يعني ساعة الذروة. Wherever you go, roads are blocked with cars and streets are filled with people. يعني أينما تذهب الطرق تكون مغلقة بالسيارات والشوارع تكون مليئة بالناس. بالإضافة طبعا إلى أن Crimes are more in cities. يعني الجرائم موجودة أكثر في المدن. طبعا دي الإجابات الخاصة بالسؤال اللي عندنا، لكن هصيغها بطريقة مختلفة. بقول first some people refuse to live in big cities. ده من السؤال. Some people refuse to live in big cities not to pay. ألا أو لكي لا يدفعوا كثيرا. Not to pay dearly for the advantage of living there. وبعدين جبت الجملة الثانية في نفس الجملة الأولى. As well as يعني وأيضا cities are too big to control. يبقى أنا ممكن أصيغ جملتين في جملة واحدة باستخدام رابط معين يربط ما بين الجملتين. Secondly ثانيا قلت people have to adopt. أنا عندي هنا city dwellers are obliged to adopt. أنا غيرت city dwellers قلت people. بدل كلمة are obliged قلت have to. Adopt كما هي an unusual way of life. أنا ممكن أغير كلمة أو كلمتين في كل جملة. Moreover علاوة على ذلك it is very difficult. أنا قلت بدل كلمة impossible قلت very difficult to avoid the rush hour when roads are blocked with cars. عندما تكون الطرق مليئة أو مغلقة بالسيارات.
Finally, crimes are everywhere. بدل ما أقول crimes are more in cities, قلت crimes are everywhere في كل مكان in cities. ما ننساش نعمل first, comma, secondly, comma, moreover, and finally. دي أربع جمل، مش مطلوب إن أنا أكتب أربع سطور ولكن أربع جمل، ممكن الجملة تكون نص سطر أو ممكن تكون سطرين. Composition موضوع التعبير. Write a topic about the advantages and disadvantages of modern computer games. نكتب موضوع عن مزايا وعيوب ألعاب الكمبيوتر الحديثة. طبعا بنعمل outline introduction، بنكتب سؤال في الانترودكشن في الاول، بقول can children and teenagers spend their time without playing computer games؟ هل ممكن الاطفال والمراهقين يقضون اوقاتهم بدون لعب العاب الكمبيوتر؟ وبعدين قلت طبعا computer games have merits and demerits، زي ما قلنا merits and demerits يعني مزايا وعيوب، advantages and disadvantages. في البودي بكتب اول حاجه الادفانتجز، المزايا انها developing intelligence، تنمي الذكاء، enhance imagination يعني تحسن من الخيال، confidence تدي طبعا ثقة بالنفس، responsibility يعني مسؤولية، taking decision اتخاذ القرار. العيوب disadvantages، hurt your eyes يعني تؤذي عينك، backache and idleness يعني ألم في الظهر والكسل، idleness الناون من كلمة idle، وكمان isolation، isolation يعني الوحدة، يعني affect social relationships badly يعني تؤثر على العلاقات الاجتماعية بشكل سيء. Conclusion بكتب رأيي، my own opinion، رأيي إن أنا بعمل setting the time to play in يعني بحدد وقت معين للعب، وبعدين بقول my advice having other hobbies and activities، المفروض الواحد يكون عنده هوايات أخرى وأنشطة أخرى. بنشوف الموضوع بتاعنا برضو بنقسمه إلى 4 paragraphs. Paragraph الأول المقدمة بقول can children and teenagers spend their time without playing computer games؟ هل يمكن الأطفال والمراهقين يقضون أوقاتهم بدون لعب ألعاب الكمبيوتر؟ The answer seems to be no. يعني الإجابة تبدو أنها لا. Most children and teenagers spend a great deal of time. معظم الأطفال والمراهقين يقضون وقت كبير جدا in front of their devices، أمام الأجهزة، playing, chatting, watching videos يعني مشاهدين الفيديوهات، الدردشة والمحادثات، اللعب on YouTube برضو هنا watching videos on YouTube or using various applications أو استخدام التطبيقات المتنوعة. Concerning computer games يعني بخصوص الكمبيوتر games، they have many disadvantages on our minds يعني لديها العديد من المساوئ على عقولنا. ومع ذلك كلمة however يعني ومع ذلك أبدأ بها جملة حط بعدها كومة، they may ربما يكون أيضا لديها have some advantages، لديها بعض المزايا. هنتكلم أول حاجة عن الadvantages. First I will demonstrate. Demonstrate يعني سوف أوضح the advantages. Demonstrate ممكن أقول مكانها illustrate أو ممكن أقول show أو explain. The advantages and the good points of playing computer games أو games on computers, laptops or mobile phones. في الأول أو في البداية سوف أوضح مزايا أو النقاط الإيجابية أو الجيدة للعب ألعاب الكمبيوتر أو للعب الألعاب على الكمبيوترز واللابتوبس، طبعا عبارة عن small computers أو الموبايل فونز يعني الهواتف المحمولة. Some computer games، بعض الألعاب الكمبيوتر، have been designed يعني مصممة to improve children's mental abilities، لكي تحسن، improve يعني تحسن، children's mental abilities القدرات العقلية للأطفال، and intelligences والذكاءات. Some other games، وبعض الألعاب الأخرى، greatly enhance يعني تحسن بشكل كبير جدا imagination الخيال. Therefore لذلك أبدأ بها جملة وبعدها كومة، these games هذه الألعاب are so beneficial مفيدة جدا that we advise ننصح children الأطفال to regularly practice يعني يمارسوها بانتظام and play them ويلعبوها بانتظام. Moreover علاوة على ذلك أبدأ بها جملة وأحط بعدها كومة، they يعني هذه الألعاب teach game players يعني تعلم game players اللي هم لاعبين هذه الألعاب how to behave كيف تصرفوا in a certain situation في موقف معين. Taking a proper decision اتخاذ قرار سليم is also أيضا يكون another merit يعني ميزة أخرى of playing modern computer games، أيضا هي ميزة أخرى للعب ألعاب الكمبيوتر الحديثة. Gamers اللي هم اللاعبين find themselves يجدوا أنفسهم responsible for مسؤولين عن their actions يعني تصرفاتهم أو حركاتهم، thus يعني لذلك they feel confident يشعرون بالثقة and proud proud of themselves يعني الفخر بأنفسهم when they win عندما يفوزون or pass the challenges أو عندما يمرون أو يجتازون التحديات. But sometimes لكن أحيانا they feel يشعرون أحيانا disappointed بخيبة الأمل when they lose عندما يخسرون.
بنتكلم بعدين عن المساوئ despite the disadvantages بالرغم من او despite the advantages بالرغم من المزايا they include many disadvantages يعني تحتوي هذه الالعاب على العديد من المساوئ. In this paragraph هذا الباراجراف او الفقره I will discuss سوف اناقش the disadvantages of computer games. In fact it is scientifically proved يعني علميا أثبت أن spending a lot of time قضاء وقت طويل in front of electronic screens أمام شاشات إلكترونية will gradually يعني تدريجيا harm يؤذي and ruin ويفسد the vision الرؤية of young people للشباب. Moreover العوتر على ذلك it certainly إنها بالتأكيد causes تسبب backache يعني ألم في الظهر as a result of كنتيجة لي improper postures يعني الجلسات الغير سوية أو الغير سليمة. It is also noticed يعني يلاحظ أن games addicted يعني مدمنين الألعاب live in isolation بيعيشوا في عزلة because they feel satisfied لأنهم يشعرون بالرضا in the virtual world يعني في العالم الافتراضي away from people بعيدا عن الناس. In addition to idleness بالإضافة إلى طبعا الكسل they certainly suffer from الذي بالتأكيد سيعانوا منه as a result of كنتيجة لي staying motionless البقاء بدون حركة for a long time لوقت طويل. لكي ألخص طبعا conclusion بقول to conclude what I have tackled لكي ألخص ما تناولته مسبقا in my opinion من وجهة نظري it is preferable من المفضل أن to set specific time أن أحدد وقت معين to play games in لكي ألعب فيه الألعاب. Consequently يعني نتيجة لذلك I advise all friends أنصح كل الأصدقاء and relatives والأقارب to have other hobbies أن يكون عندهم هوايات أخرى rather than just playing computer games عن إن هم فقط يلعبون ألعاب الكمبيوتر to be physically and mentally fit لكي يكونوا أسوياء صحيا وعقليا. Thank you so much for watching.